المعكرونة النووية. إن كانت المعكرونة النووية موجودة بالفعل، فستكون أقوى مادة في الكون بأكمله. تتشكل هذه المادة من بقايا النجوم المنطفئة، ثم تتقلص على شكل عقد من المادة تشبه الإسباغيتي. يمكن كسر هذه المادة، لكن فقط في حال تعرضت لضغط أقوى بعشرة مليارات مرة من الضغط المطلوب لتحطيم الفولاذ. كوكب تهطل فيه أمطار زجاجية. يقع كوكب HD189733B ذو اللون الأزرق الفاتح خارج المجموعة الشمسية، ويبدو مسالماً ومألوفاً قليلاً، لكن هذا الشكل الجميل يخفي طبيعة مرعبة. ففي هذا الكوكب تهب الرياح بسرعة 8700 كيلومتر في الساعة، وهذا أسرع من الصوت بسبع مرات. لكن هذا ليس أسوأ شيء حوله، تهبط أمطار من الزجاج في هذا الكوكب الغريب الشديد الحرارة. نجم بالسر، الأرملة السوداء. مثل عنكبوت الأرملة السوداء، يتغذى هذا النجم النيوتروني الدوار على شريكه، وهو نجم قزم بني خفيف الوزن. يقوم بالسار JI3113430 بتفجير رفيقه ببطء. كلما زادت كمية المواد التي يستهلكها هذا النجم النابض، خفت سرعة دورانه، والطاقة التي يفقدها النجم النيوتروني في هذه العملية تتسبب في تقلص النجم المرافق. كوكب جليدي محترق. الكوكب المتناقض GLASS 436B، وهو كوكب بعيد خارج المجموعة الشمسية وبحجم نجم نيوتروني، مصنوع من جليد شديد الحرارة. يكمل الكوكب مداراً كاملاً حول النجم القزم الأحمر GLASS 436 في يومين فقط، وهذا يعني أنه يسير على مقربة شديدة من النجم الأم، وقد يكون هذا سبب ندرة انخفاض درجات حرارة الكوكب إلى ما دون 427 درجة مئوية. لكن الجزئية الأغرب هي أن هذا الكوكب يضم كميات هائلة من جليد مائي يعرف باسم Ice X، يذكرني اسمه بسبيس إكس. المهم، لا يذوب هذا الجليد رغم درجات الحرارة المتقلبة. كوكب قزم مطوق بحلقة، هاوميا، وهو كوكب قزم يدور في حزام كوايبر. يتميز بشكله المستطيل الغريب، وله قمران. مدة اليوم على هذا الكوكب هي 4 ساعات، مما يجعله أسرع جسم كبير دوار في نظامنا الشمسي. لكن تكمن الجزئية الأكثر غموضاً حول هاوميا في وجود حلقة رقيقة بعرض 64 كيلومتر تحيط به، حضانة نجمية في كوكبة قنطورس. خلافاً لاسمه، هذا المكان ليس هادئاً أو آمناً البتة. تقع هذه الحضانة المكونة من الهيدروجين ونجوم حديثة الولادة في سديم كوكبة قنطورس على بعد 6500 سنة ضوئية من الأرض. تؤدي الطاقة المكثفة الصادرة من هذه النجوم الصغيرة إلى جعل سحب الهيدروجين تتوهج بلون أحمر مخيف، وهذه الطاقة قوية للغاية لدرجة أنها تلتهم سحب الغبار المظلمة وتجعلها تختفي مثل كتل من الزبدة في مقلاة ساخنة. حسناً، سأتوقف. كوكب ألماسي. يوجد كوكب على بعد 4000 سنة ضوئية من الأرض، ويبدو أنه قطعة ألماس ضخمة. هذا الكوكب أكثر كثافة من جميع الكواكب المعروفة، ويتكون من الكربون في الغالب، وهو كثيف جداً لدرجة أن علماء الفلك يعتقدون أن هذا الكربون قد يكون بلورياً، مما يعني أن بعض أجزاء هذا الكوكب على الأقل عبارة عن ألماس. تيار أشعة تحت الحمراء من الفضاء. النجوم النيوترونية هي نوع نجوم عملاقة منهارة وفائقة الكثافة، وفي العادة تطلق أشعة سينية أو موجات لاسلكية. لكن في عام 2018 اكتشف علماء الفلك تياراً غريباً من ضوء الأشعة تحت الحمراء، وبدأ أنه قادم من نجم نيوتروني يبعد 800 سنة ضوئية عن الأرض. وعلى الأرجح أن هذه الإشارة صادرة من قرص غبار يحيط بالنجم، لكن لم يتم إثبات هذه النظرية حتى الآن.
البقعة الحمراء العظيمة على كوكب المشتري. هناك إعصار أحمر ضخم وعنيف وبحجم الأرض مرتين يضرب كوكب المشتري منذ قرن ونصف على الأقل. الرياح هادئة نوعاً ما في مركز العاصفة، لكن على حوافها تسير بسرعة تتراوح بين 435 و676 كيلومترا في الساعة، وهذا يجعلها أسرع بمرتين من أقوى الأعاصير على الأرض. من يريد التزلج على رياح المشتري؟ نجم عين سورون يحتل المركز 18 في قائمة أكثر النجوم سطوعاً في سماء الليل. شكل نجم فم الحوت مرعب، ويسمى عين سورون لأن حلقة من الغبار والحطام تدور حوله وتجعل شكله يبدو مثل عين عملاقة تحدق في روحك. هذا مخيف. تزيد كتلة هذا النجم المرعب عن ضعف كتلة شمسنا، ويبعد 25 سنة ضوئية عن الأرض، وهذه المسافة لا تعتبر بعيدة مقارنة بالمسافات الفضائية. مهلاً، هل أرى غولوم هناك؟ لقد جعلتك تنظر. سديم الفراشة. طول جناحي هذه الفراشة يزيد على 3 سنوات ضوئية، ويعد هيكل السديم الداخلي من أكثر الهياكل المعقدة التي تم رصدها في الفضاء. تصل درجة حرارة نجم السديم المركزي وهو قزم أبيض إلى 250 ألف درجة مئوية، وهذا يعني أنه تشكل من نجم عملاق، ويرجح أنه أكبر من حجم شمسنا 5 مرات. ويحيط بالقزم الأبيض قرص كثيف من الغبار والغازات عند خط الاستواء، وهذا على الأرجح ما يجعل الهيكل بأكمله يبدو كساعة رملية أو فراشة. سديم الإسكيمو. اكتشف هذا السديم قبل أكثر من 200 سنة، وهناك سبب وجيه وراء اسمه. شكله المؤلف من قشرة مزدوجة يبدو مثل وجه إنسان مخفي في غطاء مبطن لسترة شتوية. لا يختلف نجم السديم إسكيمو المركزي عن شمسنا، والأشعة البرتقالية الغريبة في الجزء الخارجي من السحابة تمتد مسافة عدة سنين ضوئية في جميع الاتجاهات. أعمدة الخلق. يبعد سديم النسر أكثر من 7000 سنة ضوئية عن الأرض، وهو عبارة عن مجموعة من نجوم شابة تبلغ من العمر 5.5 مليون سنة. تمكن تلسكوب هابل الفضائي من التقاط صورة لعدة ظلال غامقة قريبة من مركز السديم، وأطلق عليها اسم أعمدة الخلق، وهي منطقة تشكيل نجوم نشطة. مجرة الأحفورة الحية. يعادل حجم مجرة دي جي سات 1 حجم مجرة درب التبانة، لكنها غير مرئية تقريباً لأن نجومها موزعة على رقعة شاسعة للغاية. لكن ما يميز هذه المجرة هو أنها وحيدة على عكس المجرات الأخرى من هذا النوع التي تتواجد في مجموعات في العادة، فقد يعني هذا أن المجرة قد تكونت في عصر مختلف، ربما بعد 1 مليار سنة فقط من الانفجار العظيم. وإن كانت هذه النظرية صحيحة، فإن المجرة عبارة عن أحفورة حية حقيقية. سديم الحلقة. للوهلة الأولى تبدو كسحابة عملاقة من الغبار والغازات تحيط بنجم قديم شبه منطفئ مثل حلقة. هذا الجسم الملون في الفضاء السحيق يبعد عن الأرض 2300 سنة ضوئية، وهو في الواقع حلقة تلتف حول هيكل أزرق على شكل كرة. كل طرف من هذا الهيكل يبرز من جانبي الحلقة المعاكسين. ماء في الفضاء. هناك سحابة من بخار الماء تطفو في الفضاء وتحيط بثقب أسود ضخم للغاية يبعد 12 مليار سنة ضوئية عن الأرض، وكمية الماء في هذه السحابة تعادل كمية الماء على الأرض 140 تريليون مرة. ويعتقد علماء الفلك أن هذه السحابة قد ظهرت بعد تكون الكون ب1.6 مليار سنة. لم أكن موجودة في ذلك الوقت، لذا ما عليك سوى أن تثق بكلامي فحسب. إن تعلمت شيئاً جديداً اليوم، فامنح هذا الفيديو إعجاباً وشاركه مع صديق. وإليك فيديوهات أخرى ستحوز على إعجابك بالتأكيد. انقر على الفيديو الأيسر أو الأيمن لتبقى على الجانب المشرق من الحياة.